ذخائر سيئة السمعة محرمة دولياً، تقتل وتفتك بشكل عشوائي. إنها القنبلة العنقودية، السلاح المحظور في أكثر من 100 دولة. عام 43 استخدم كل من السوفيات والألمان القنابل العنقودية، ثم الولايات المتحدة في فيتنام. خطورتها الكارثية تكمن في أنها تقتل بصورة عشوائية وتعرض المدنيين للخطر لفترة طويلة بعد استخدامها، وأن الذخائر غير المنفجرة من القنابل العنقودية تستمر في قتل وتشويه الناس ربما لعقود، وذلك لأن 40% من القنابل الصغيرة جداً التي تطلقها القنبلة العنقودية لا تنفجر مباشرة. ومع الأحداث التي تشهدها غزة مؤخراً، تعود المخاوف حول القنابل العنقودية، لا سيما أن إسرائيل استخدمت تلك القنابل المحرمة دولياً عام 82 في مناطق مدنية جنوب لبنان. وفي عام 2006 اتهمت هيومن رايتس ووتش والأمم المتحدة إسرائيل بإطلاق ما يصل إلى 4 ملايين من الذخائر العنقودية على لبنان. أما في الحرب الحالية فلم يتم الحديث عن استخدام إسرائيل القنابل العنقودية حتى اللحظة.